اللقاء المرتقب إن شاء الله يوم الجمعة بين أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. وهذا جاء معناها ترسيما معناها للطلب اللي تقدم به الاتحاد في محاور معينة للتفاوض، وإن شاء الله تكون ثم مخرجات فيها تفعيل الحوار وفيها الوضع الاجتماعي معناها الصعيب اليوم في تدهور المقدرة الشرائية في غلاء الأسعار.